وأقول هل كانت هناك علاقة جنسية بين آدم وآدم وحواء قبل السقوط؟ وإذا كان لا فلماذا خلقهم الله ذكرا وأنثى؟ محدش يتكلم على حكاية العلاقة الجنسية غير أوريجانوس، وهي من الأخطاء التي وقع فيها أوريجانوس أيضا. الوصية بتاعت ربنا ما كانتش على العلاقات الجنسية، وإلا ما كانوش يهموها. هما قبل السقوط ما كانوش يعرفوا الفرق بين الرجل والمرأة، كان عريانين ولا يفهمان ولا يدركان الفروق الجسدية اللي بين الرجل والمرأة. ما ابتدوش يدركوها غير بعد السقوط. يبقى مش هي عملية السقوط ولا قبل السقوط، الناحية الجنسية لم تبدأ عندهما إلا بعد السقوط. والخطية كانت جملة خطايا مع بعض. أنا كاتب في الكتاب بتاع آدم وحواء 27 خطية وقع فيها آدم وحواء، ياريت تمتحنوا فيها دي. أول خطية، إن احنا مش هقول 27 بس يعني نجركم في الكلام. أول خطية إن حواء جلست مع الحية تستمع إليها، والمعاشرات الرضية تفسد الأخلاق الجديدة. وكان ينبغي إن لما الحية تقول لها لن تموت بل الله عارف أنكما يوم تأكلان من الشجرة تصيران مثل الله عارفين الخير والشر، كانت تقول لها عيب الكلام ده، ربنا قال كده يبقى كلام ربنا مظبوط. فابتدى عندها الشك، ودي الخطية الثانية. وبعدين نظرت الشجرة جات لها الشهوة، وجدت ان الشجرة شهية للأكل وجيدة للنظر وللعيون. وبعدين مدت اليها، وبعدين الخطية اللي بعد كده ادت زوجها. وخطية زوجها اولا ما كانش عنده شخصية، ربنا يرحمنا ويغفر لي آدم ما يزعلش مني، ده جدي وجدي جدي وجدي جدي جدي. ازاي كان لما تقدم له حواء يقول لها عيب الكلام اللي انت بتعمليه ده، ازاي تاكل وتخالف كلام ربنا؟ وايضا من اخطاء حواء انها كانت تعرف الوصية ولا تعمل بها. فلما سألت لها حية قالت ربنا ان لا تأكل من هذا الشجر ولا تمسا، يعني زودتها شوية، وفي نفس الوقت نست واكلت وعملت كل حاجة. فخطية ادم وحواء انهما نمرة واحد التمس المعرفة من مصدر شرير، وبعدين تلا هذا الامر مجموعة كثيرة من الخطايا. التمسوا المعرفة من مصدر شرير هو الحي. لكن اذا كنت عايز اعذرهم شوية، انا مين اللي اعذرهم؟ ده ربنا ما اعذرهمش، ده عقدهم. ان يعني كانوا في درجة من البساطة ما يعرفوش ان في حاجة اسمها كده. للأول مرة قصدهم تبقى حكاية الكذب والإغراء اللي وقعت فيه الحية. معلش يا اثنين، أهو اللي حصل. أما من حكاية الناس، فالناس ده بعد السقوط يعني.